أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني صباح اليوم في مدينة روسو على وضع الحجر الأساس لجملة مشروعات في مجال البنية التحتية لخدمة التنمية المحلية للمدينة، وذلك في إطار تدشين وإطلاق حزمة مشروعات تنموية كبيرة في ولاية ترارزة. وتشمل هذه المشاريع الملحقة أساسا ببناء الجسر على مستوى بلادنا أعمالا إنمائية تهدف إلى تعزيز رفاه المرأة والشباب وغيرهم من الأشخاص من الطبقات الهشة. ويشمل هذا المشروع أيضا إصلاح وبناء مقاطع طرقية تتكون من 9 محاور حيوية في مدينة روسو بما مجموعه 7 كيلومترات.